الطلاب درسنا اليوم عن الأعداد العشرية. كنتم تعرفتم فيما سبق في دراستكم على الأعداد الطبيعية، والتي هي الأعداد المعروفة العادية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى آخره من الأعداد المألوفة لدينا. لكن في الحياة الأعداد الطبيعية لا توفر الحاجة كلها، يعني نحن نحتاج إلى استعمال أعداد أخرى. من هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد مجموعة جديدة تضاف إلى المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية، نسميها بالأعداد العشرية. ما هي هذه الحاجة؟ مثلا أنت تريد أن تقيس طولك، أنت حاب تقيس طولك. طبعا طولك ما هوش رقم محدد، مش عدد طبيعي ثابت، لهذا قد يكون طولك مثلا متر 46 سنتيمتر. هذه الكتابة لا تلبيها الأعداد الطبيعية، لهذا جاءت الحاجة هنا إلى كتابة مجموعة جديدة من الأعداد تضاف إلى المجموعة الأولى. وأنت تلاحظ استعمال هذه الأعداد في الحياة اليومية، مثلا أنت عندما تذهب إلى المتجر أو المحل دائما، فليست الأرقام ثابتة، ليست أرقام طبيعية ثابتة، يعني ما يقولكش 10 دينار فقط أو يقولك 15 دينار فقط، لكن يقولك 15 دينار وكذا، يقولك 16 دينار وكذا إلى آخره. كيف نكتب العدد العدد العشري؟ العدد العشري يكتب بالكيفية التالية. لدينا العدد هذا 5.814. لاحظ أنه في الأعداد الطبيعية ما كناش متعودين على هذا الكتابة، هنا فاصلة. الأعداد اللي تجي بعد هذا هو الجزء العشري، هذا هو العدد العشري، أما هذا فهو العدد الصحيح من العدد العشري كله. بالتالي فإن هذا العدد هو رقم الأحاد، وإذا كان مكتوب بعدد أكثر مثلا 15 فاصل يصبح هذا رقم العشرات، وإذا كان مثلا رقم آخر يصبح 215 يصبح هذا رقم المئات إلى آخره. ثم الأعداد التي تأتي بعد الفاصلة في العدد العشري إذن هي هذه، فماذا نسمي العدد الثمانية؟ وأجزاء العشرات، ويمكن الحصول عليها بقسمتها على 10، يعني هذه 0.8 تصبح 1/10. ثم العدد الذي يليه اللي هو الواحد نسميها أجزاء المئات، ثم العدد الذي أربعة نسميها أجزاء الألف. إذن العدد المكتوب لديك الآن هو عدد عشري مختلف عن الأعداد الطبيعية التي تعودت عليها من قبل، يكتب بفاصلة، طبعا في بعض الدول يكتب بنقطة، احنا في عندنا نكتبه بفاصلة. الأعداد التي تكون إلى يسار الفاصلة، إلى يسار الفاصلة هي تكون أرقام الأحاد والعشرات والمئات والآلاف وعشرات الآلاف إلى آخره، والأرقام التي تأتي إلى يمين الفاصلة تصبح أجزاء العشرات، أجزاء المئات، أجزاء الألاف، أجزاء عشرة الألاف، أجزاء مئة الألاف إلى آخره. طبعا مثل ما لاحظت أن العدد كنت كاتبه أنا بنقطة، لأن هنا ليس هناك اتفاق عالمي حول كتابة العدد العشري، هناك من يكتبه بنقطة وهناك من يكتبه بفاصلة. أنت كما تلاحظ كل الدول هنايا ملونة بالأزرق في العالم تكتبه بنقطة، هكذا مثلا 3.351 ويقرأ العدد العشري 3.51، بينما الأجزاء الملونة بالأخضر من الخارطة تكتبه في الفاصلة اللي هي كذلك، وإحنا من ضمن هذا المجموعة نكتبه ونقرأ 3.51 أو 3.51 جزء ويصبح هذا هو العدد العشري. طيب كيف نقارن عددين عشرين؟ طبعا مقارنة عددين طبيعيين سهل جدا، لديك واحد، لديك اثنين، لديك ثلاثة، لما نقارن مثلا نعرف أن اثنين أكبر من واحد، إذا نكتب اثنين أكبر من واحد، نعلم أن ثلاثة أكبر من واحد، إذا نكتب ثلاثة أكبر من واحد، ونعلم أن اثنين أصغر من ثلاثة، نكتب اثنين أصغر من ثلاثة. هذا الأمر سهل في مجموعة الأعداد الطبيعية، لكن كيف يكون في مجموعة الأعداد العشرية؟ سنشاهد كيف سنقارن. نأخذ طبعا العدد
لكن قبل أن أريكم المقارنة لابد أن أشير إلى أن هناك خطأ يقع فيه كثير من التلاميذ. لاحظوا معي هذا العدد العشري 0.287، ولاحظ معي العدد 0.35. كثير من التلاميذ يتبادر إلى ذهني أن العدد هذا 0.287 أكبر من العدد 0.35. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا عنده أرقام أكثر بعد الفاصلة من هذا، وبالتالي فهو أكبر، وهنا خطأ. لنقارن بين هذين العددين، لدينا العدد 2.037 ولدينا 2.0. كيف تتم المقارنة؟ طبعا نقارن ما بين العدد الصحيح والعدد الصحيح، هنا نلاحظ أنهما متساويان، ثم نقارن ما بين العدد الثاني والعدد الثالث، الجزء من العشرات، ثم نقارن الجزء من المئات، نلاحظ أن كلاهما صحيح. ثم يبدأ الاختلاف هنا في جزء من الآلاف، هنا لدينا 7 وهنا لدينا 3. ما رأيك؟ أيهما أكبر الآن؟ طبعا هنا تلاحظ أنه متساويان، هنا متساويان، هنا متساويان، ثم يبدأ الاختلاف، لدينا 7 أكبر من 3، بالتالي فإن كل العدد هذا سيكون أكبر من كل العدد هذا. رأيت؟ عندما تلاحظ إذن عددان العشريان اللي هما 7 و3 غير متساويان، بالتالي فإن العدد مقارن. بعدما تعلمنا كيف نقارن، الآن نتعلم كيف نرتب. طبعا الترتيب يكون من الأكبر والأصغر، أو يكون من الأصغر نحو الأكبر كما يكون مرغوب منا في السؤال. لاحظ معي هذه الأعداد العشرية معي، لدينا 19.48، لدينا 19.481، لدينا 19.4. نريد أن نقارن. طبعا للوهلة الأولى المقارنة هنا صعبة، المقارنة صعبة لأن ليس لدينا نفس الأعداد بعد الفاصلة. لاحظ العدد هذا فيه فقط الجزء من العشرات، بينما هذا فيه الجزء من العشرات والجزء من المئات والجزء من الآلاف، فيه ثلاثة أرقام بعد الفاصلة، وهذا فيه الجزء من العشرات وهذا فيه جزء من يعني رقمين بعد الفاصلة. للوهلة الأولى صعب، لكن لكي يتسنى لك، لكي يمكن لك أن تقارن، راح تكمل يعني بحيث يكون عدنا نفس العدد من الأرقام. شوف العدد هذا اللي فيه أكثر أرقام بعد الفاصلة، راح نكمل الباقي. مثلا عدنا 19.48 فيه 1.2 - 1، هذاك اللي فيه رغم مش موجود نكمله بالصفر. طبعا هذا ما نحتاج نكمل لأنه هو المقياس. ثم 19 هذا ناقص الجزء من المئات وناقص الجزء من الآلاف، نكمله بصفر حتى يتسنى لنا المقارنة. وبالتالي تلاحظ أن الجزء الصحيح طبعا متساوي، الجزء الصحيح هذا قام متساوي في كل الأرقام، بقي فقط نقارن الجزء العشري. سنقارن، لاحظ هنا لديك الجزء من العشرات هو 4، يعني نفسه في نفس الأرقام. ثم عندك الجزء من المئات هنا كيف كيف، بينما هنا غير موجود، كملنا احنا بالصفر. نبدأ نرتب الآن من الأصغر نحو الأكبر، لأننا خلاص أصبح الأمر سهل. لاحظ لأنه هنا عندك 48، هنا عندك 481، هنا عندك 400، لأنك لما تقارن ما بين 400 و480 و481 تصبح المقارنة سهلة، لأنه لو تتصور يعني لو نعتبر أنها أعداد طبيعية، طبعا هي مش أعداد طبيعية عدد عشري، لكن لو نتصور أنها أعداد طبيعية، المقارنة بين 480 و480 و400 يصبح الأمر سهل. بالتالي لاحظ أن 400 أصغر من الاثنين وال480 أصغر من هذا، ويصبح الترتيب من الأصغر نحو الأكبر، نكتبه كالتالي. الآن أصبحت المقارنة سهلة بالنسبة لنا. هنا راح نطبق نفس القاعدة، نفس العدد. لاحظ عندك نعيد نفس المثال، الجزء اللي ناقص نكمله بصفر، الجزء اللي ناقص نكمله ونقارن، ثم نرتب الأعداد. رتبناها من الأصغر نحو الأكبر،
حسب ما تقرأ أنت. مثلا إذا قرأت ابتداء من هنا يصبح هذا الأصغر، هذا أصغر، هذا أصغر. وإذا رتبتها أنت بالعكس يصبح هذا أكبر وهذا أكبر. واضح؟ قلت لك الجزء اللي يكون ناقصه كامل بصفر، ثم لما يكون عندك نفس العدد من الأجزاء هذا في العدد العشرية يصبح المقارنة سهلة. الآن نشوف كيف يمكن أن نكتب عدد عشري على شكل كسر. طبعا قد نكتبه، لاحظ معي عندك العدد 5,8147، هذا كيف يمكن كتابته؟ لاحظ معي لديك الثمانية اللي بعد الفاصلة، هي وش نعتبرها؟ جزء من العشرات أو من جزء من عشرات الألف، يعني هذا جزء من 10,000 جزء. نقدر نكتبها بالشكل 8 على كم؟ كم؟ 8 من جزء من 10,000، نكتبها على 8 على 10,000. أحسنت. ثم هذا الواحد ممكن نكتبه على شكل 1 على كم؟ هذا راح جزء الألاف، يعني نقسمه على 1000. ثم هذا الجزء 4 ممكن نكتبه على 4 على شكل كم؟ هو جاي هنا في المئات، يعني جزء من المئة، 4 أجزاء من 100، يعني 4 على 100. ثم هذا الأخير من العشرات، يعني الحصول عليه 7.10. بالتالي نكون قد كتبنا العدد ونكتبه بترتيب كالتالي. طبعا هذا الجزء الصحيح هو عدد 5 زائد، يعني العدد ككل كيف نعبر، زائد 8 على 10. آسف على التوضيح الأول كان فيه خطأ. طبعا هذه العشرة جزء من 10، وهذا جزء من 100، وهذا جزء من 1000، وهذا جزء من 10,000. آسف على التوضيح الأول كان فيه خطأ. نعم، قلنا هذا، نعاود نكرر مرة ثانية، هذا جزء من العشرات، يعني 8 على 10 مباشرة، كأنك تكتب 5.8، لأن 8 جاي مباشرة بعد الفاصلة فإنها مقسومة على 10. ثم يجيك هذا الجزء 1 من المئات، 1 على 100. ثم يجيك الجزء 4 على 1000، لأنه هو جزء من الألف. ثم يجيك الجزء 7 على 10,000، كأنك كتبت 5 هكذا. لو أنه نلغي الآخر تصبح 5.01، 5.04، 5.00، هنا 0.04، وهنا 0.007 باختصار. ويمكن كتابته على شكل قصور التالية. اختصارا هذا هو كيفية كتابة العدد. مثلا نأخذ مثال هكذا كتابة، مثلا لو يكون عندي العدد 16.520، كيف يكتب هذا؟ لاحظ هذا الجزء الصحيح أن يكتبه 16 مضافا إليه، لأنه هذا يقرأ 16.520. هذه 5 جزء من العشرة، أحسنت، يصبح 5 على 10 مضافا إليه، 2 على جزء من المئات، يعني 2 على 100، زائد 0 على جزء من كم؟ من الألاف. طبعا 0 على 1000 يساوي 0، نقدر نكتبوها، نقدر نكتب 0 مكانها عادي، أو ما نكتبوهاش ككلة، لأن 0 لا يؤثر على المجموع في مجموعة الأعداد، يعني نضيف 0 للعدد لا يغير النتيجة. نعطيك مثال أخير كتابة، مثالا أخير، لنأخذ مثلا قل 25 أو 250.3678. نحاول أن نكتب هذا، فكر معي قليلا الآن بدون ما نوضح. لدينا العدد الصحيح اللي هو 250، يصبح 250 مضافا إليه هذا جزء من العشرات، يعني 3 على 10، زائد هذا جزء من المئات، يعني 6 على 100، وهذا جزء من الألاف، 7 على 1000، زائد وهذا جزء من 10,000، 8 على 10,000، وهكذا دواليك. بالتالي استطعنا أن نكتب العدد العشري هذا على شكل قصور. وماذا لو يكون عندنا العدد 0.15؟
عفوا، هذا يمكن كتابته على الشكل التالي. طبعا الصفر لا يكتب، خلاص قلنا الصفر لو نضيفوه العدد لا يغير، نكتب مباشرة الأعداد العشرية. واحد على كم؟ هذا جزء من عشرة. زائد خمسة على كم؟ جزء من مئة، خمسة على مئة. وبالتالي استطعنا أن نكتب العدد صفر أقص 15 على شكل قصور، اللي هو واحد على عشرة زائد خمسة عشرة. أتمنى أن يكون الدرس كان واضح، وأرجو لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في حصة آخر، حصة أخرى.